السلام عليكم متابعي عشاق الخياطة والتفصيل، كنتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا توربون أو ما يسمى البوني لبنوتة الصغار بأسهل طريقة، يعني ولا أسهل، بدون خياطة، بدون تحتاج الماكينة الخياطة بالنسبة لي ما عندهمش ماكينة الخياطة، فقط بالخيط والإبرة، وسهل جدا وكيجي جميل في اللبسة. إذا وغادي نكون نستعملوا غير من بقايا الأثواب، أنا هذا بقالي من التوب ديال السروال الرياضي، من الافضل يكون التوب كيتمدد او لا التوب ديال الصوف او لا اي توب عندكم، المهم يكون كيتمدد. انا بقى لي هذا، غادي ندير به بوني ديال طفله صغيره عمرها 5 سنوات، وهذا المقاس هذا ممكن تستعملوه من عمر السنه لعمر 5 سنوات او 6 سنوات، ولا كان اكبر كتبقاو تزيدوا على حساب هنا الدوره ديال الراس، كتعبروا الدوره ديال الراس وكتقسموها على جوج وكتحطوا المقاس. اذا انا عندي هنا 25 على 25 كنديرو بشكل مربع، يعني نفس المقاس ديال العرض كنديرو على الطول، والتوب مطوي على 4، يعني مطوي على 2 في الاول وعاودنا طويناه على 4. اذا درت 25 في الطول و 25 في العرض، وغادي ندوز بحال هكا على شكل نصف دائره. انتما كيف كتشوفوا، يعني سهل سهل بزاف. كيجي على هذا الشكل هذا، كناخذوا الإبرة والخيط، ومن الأفضل يكون الخيط يعني شويه صحيح باش ما يتقطعناش. انا عندي خيط عادي غادي نستعمله، نحاول انه ما يتقطعش ليا. يعني كناخذوا الابره والخيط وكنجيو من هذا الاتجاه هذا، وكنديروا غرزات عاديين، يعني بحال هكا، بحال الا كنشبو. يعني من بعد ما كيتسالى كنجيبوا هاد الورطه هذه وكنلصقوها هنايا، كيجي الشكل ديالو كيوت. يعني هاد الورطه بدرتها بالتيل، اولا هاد البابيو هذه وكنلصقوها عليه هنا، كيجي الشكل. قبل ما نلصق هاد البابيو هذه غادي ناخذ شويه ديال الثوب وغادي نخيطوه هنايا، كنديرو بحال هاد الشكل هذا، كنلصقوه هنا ونخيطوه من الداخل باش يغطينا داك العيب ديال الخياطه، وكنديروه هنايا بهاد الشكل هذا، لانه هاد البابيون صغيره غادي يبان يعني الخياطه، ولكن غنديرو هاد الورطه هذه فما غاديش نحتاجو، غادي لانها كبيره غادي تغطينا، غادي نديرو الورطه فقط بحال هاد الشكل هذا. غادي نوريكم الطريقه ديال العمل ديال هاد الورده هادي. كناخذوا الطرف ديال التوب ديال التويل،
وكنطوي على جوج. اذا الورده كتجي على هذا الشكل. هذا هنا جاتني مفرفره بزاف لان التيشيل كان كبير بزاف طويل، داكشي باش جاتني هكا. الا هذه هنا كانت ثوب تيول قصير يعني جات مبسطه يعني ما جاتش مفرفره بحال هذه، فقط ديروا التيشيل طويل وغادي تجيكم بحال هذا الشكل. هذا ها هي نفس الطريقه كيف كتشوفوا. اذا غادي ناخذوا هذا البوني. وبالنسبه لهاد البابيو هذه الطريقه ديال العمل ديالها، كتاخذوا قطعه على هذا الشكل هذا وكطويوها على الظهر ديالها وكتخيطوها من هنا وتخلي واحد الفتحه صغيره وتقلبوها. بعد ما كتقلبوها كتاخذوها بهذا الشكل وكتاخذوها في المنتصف ديالها وكديروا هكا تخيطوها وتجيبوا واحد القطعه صغيره ديال الثوب كديروها كتضرقوا بها الخياطه، ومن بعد كتزينوها بهاد لي زيستخاص هادو. اما كتلصقوهم بالسيليكون اولا تخيطوهم بالابره والخيط بحال هكا، كتجيبوهم حتى لهنا للوراء وكتخيطوهم ما بين هاد البوله هادي وهاد البوله كتخيطوهم بالابره والخيط. اذا هكا كيجيو على هاد الشكل هذا، كيبقى لكم الاختيار في التزيين. اذا غادي نجيبو هادي ها هي هاد البنطة غادي نلصقوها هنايا لصقوها باش تضرق لنا هاد الخياطة هادي. ندخلوا الابره من الداخل، نحيدوا هاد الزيادات ديال الثوب، ونطويو على هاد الشكل هذا. واللي كيتوفر على مسدس السيليكون هاد المراحل كامله درتها بالخيط والابره ديروها بالسيليكون فقط، ولكن بالخيط والابره احسن كتجي متثبته يعني ما تخافوش عليها، ماشي بحال السيليكون كيطير مع الا صبناها اولا لا تقاست بالماء. اذا كيجي البوني على هذا الشكل هذا. ها هو كيف كتشوفوا، كنجيبوا هذه الورده كنلصقوها هنا كيف شفتوا كيجي الشكل ديالها زوين. اولا هذا البابيو هذه وكنلصقوها هنايا، يعني كيبقى الاختيار ديال التزيين كيبقى ليكم. اذا هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم، شاركوا مع الاصدقاء ديالكم وما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. ما تنساوش تخليوا لي التعليقات ديالكم ولي جيم وبارطاجيو القناه باش نوصلوا ان شاء الله ل 100000. ما بقى لينا والو، بقات لينا 5000 ان شاء الله ابوني وغادي نوصلوا ل 100000. الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.